هذه سائلة تقول: لي أخ متوفى يبلغ من العمر 54 سنة وغير متزوج بسبب مرض نفسي، وكان يقول قبل وفاته لوالدته رحمه الله إنه يفطر بعض الأيام من رمضان، ولم يذكر عدد الأيام التي أفطر فيها، وله 30 سنة على هذه الحالة، يعني في كل رمضان يفطر فيها، فماذا نفعل نحن إخوانه تجاه هذه الأيام التي أفطر فيها؟ جاء في الحديث الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا تحروا أن يصوموا عنه ما يغلب على ظنهم أنه تبرأ ذمته بذلك فهذا هو الأصل. ومثل ذلك أن لو يوجد ولي أو لم يوجد ولي متبرع بالصيام عنه أن يطعم عنه بقدر الأيام التي أفطرها لكل يوم مسكين، وهذا مثل سابقه بالتحري، ما دام لا يعلمون حقيقة وعدد الأيام بالتحرير فإنهم يتحرون في ذلك رجاء أن تبرأ ذمتهم ما أفطر فيه. إذا كان فطره عن عمد فإنه يأثم بذلك لا شك. نعم. ولو كان كما أشارت هنا إلى أنه مريض نفسي ربما بسبب هذه المريض النفسي إذا كان عقله ثابت، هذا هو الغالب أن عقله ثابت، نعم، فإنه يؤاخذ على فطره ويقضى عنه، وإذا كان مغلوبا على عقله فإنه لا يلزم شيء حينئذ.